قرية الشيخ علي من قرى ريف حلب الغربي، وهي الأكثر أمناً من المدينة ومعظم قرى الريف الشمالي. تعيش هذه القرية حياة طبيعية، المدارس تعمل جيداً، وبسبب النازحين لم تتسع المدرسة للطلاب، فأصبحت بعض المزارع مدارس ليدرس بها الطلاب، وهناك فريقاً طبي يشرف على وضع الطلاب ويراقب وضعهم الصحي ويعطيهم التعليمات في حال انتشار أي وباء. نحن في عنا سيارتين إسعاف للمركز، إذا أجدنا حالات خطيرة نحتاج نحولها لمشفى، أقرب مشفى لنا، والمشفى هو بيقوم بإحالة إذا ما قدر عليها لمشافي تركيا أو المشافي الثانية. يعني هذه القرية لديها مشاكلها رغم استقرار أمنها، فهي تعاني بنقصان الكادر الطبي بشكل عام، ولا يوجد أي مشفى قريبا منها، وفي حال أصيب أحد الأشخاص بمرض ما ينقل إلى مشاف أخرى بعيدة ليتم علاجه.